الواردة من الطرفين أي المتظاهرين والسلطات الرسمية، لكن الاثنتين تؤكدان سقوط قتلى. آخر المواجهات كانت في جنح ليل بلا كهرباء ولا شبكة اتصالات للهاتف الخلوي، فاستعان أهالي المحافظة الحدودية بشبكة الاتصالات الأردنية. الانتشار المكثف لقوات الجيش داخل وحول درعا لم يكن درعا واقيا لانتقال عدوى المظاهرات إلى بعض المدن الأخرى. بين قتلى مواجهات الليل، وفق شهود عيان، طبيب كان يسعف بعض الجرحى داخل الجامع الذي بات معقل المحتجين. خارج سوريا وفي أوساط المعارضة، ما يجري في الجنوب رياح تسبق رغبة في عاصفة تغيير في الربيع العربي. أما في الداخل ورسميا، تتهم دمشق من تصفها بعصابة مسلحة بالوقوف وراء أحداث درعا. ومن تفاصيل تلك الرواية وبالصور أن العصابة المزعومة قامت بتخزين أسلحة وذخيرة داخل الجامع. تعلق المعارضة بأنه كلام لم يعد ينفع في زمن الإعلام الجديد ولا أساس له من الصحة. الآن بثورة الاتصالات الحديثة هناك وسائل الصورة والصوت يراها كل الناس، لم يعد من الممكن اسلوب التعتيم او اسلوب تجاهل او الاستخفاف بعقول الناس. ينبغي على السلطة ان تعترف بالأزمة السياسية. ومن أجل صحة وسلامة النظام الحالي، سعى دمشق منذ اليوم الأول للمظاهرات إلى إفاد وفد رسمي للاستماع لمطالب الغاضبين في المدينة التي تبعد 120 كيلومترا عن العاصمة. أقيل المحافظ واستمع لمطالب قيل إنها تتلخص في ثلاثة محاور: الإصلاح السياسي، محاربة الفساد، وإلغاء قانون الطوارئ. فأجيال كثيرة ولدت وترعرعت في سوريا وهي ترزح تحت هذا القانون المفروض منذ نحو نصف قرن. لا أحد ينكر أن الرئيس بشار الأسد الذي ورث المنصب عن والده منذ عام 2000 سارع إلى الإعلان عن حزمة إصلاحات ووعود اجتماعية عقب الأحداث التي أطاحت سلميا بنظام بن علي. ربما كانت ضمن سياسة تجاوزها الزمن في سياق عربي يرفع سقف المطالب عاليا. واليوم زمن يستحيل فيه استلهام الحلول من أحداث حما أو ربيع دمشق. ومعنا من دمشق الأكاديمي والأستاذ الجامعي الدكتور نبيل السمان. دكتور نبيل، ما هي حقيقة ما يجري في سوريا من وجهة نظرك؟ أولا، ما حدث في درعا هو مشكلة محلية تحولت إلى صبغة سياسية. برأيي أن الجهات الأمنية والمحافظ لم يستطع معالجة الأمور بطريقة صحيحة وأدت إلى تفاعلات غير محمودة. برأيي أن العنف من المتظاهرين ليس مقبول، كذلك العنف من السلطة غير مقبول. يمكن حل المشاكل سلميا، ولكن أؤكد أن ما حدث في درعا هو شيء محلي نتيجة احتقانات، لا أقول سياسية ولكن احتقانات محلية بين المحافظ والجهات الأمنية في درعا وبين الناس. يعني عندما تقول دكتور نبيل، عندما تقول بأنها مشكلة محلية خاصة بدرعا فقط، يعني المطالب ليست محلية، رفع حالة الطوارئ هذه ليست مشكلة مدينة أو محافظة واحدة في سوريا، الإفراج عن المعتقلين السياسيين نفس الشيء. المتظاهرون لم يرفعوا شعارات سياسية، بعض المتظاهرين رفعوا شعارات سياسية. بدأت هذه المظاهرات بالمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من الأطفال. اعتقلوا بعض الأطفال بصورة غير لائقة من الجهات الأمنية في درعا دون موافقة السلطات الأمنية في دمشق، وقام المتظاهرون بالمطالبة بإطلاق سراح هؤلاء الأطفال الذين وضعوا شعارات معادية للسلطة. وقد تداركت الجهات الأمنية في دمشق ذلك، وقام الرئيس بإصدار مرسوم
بإقالة المحافظ. طيب حتى لو كان هكذا بدأ الأمر دكتور نبيل، ولكن الآن بدأ يأخذ شكلا آخر، يعني هناك بيان صدر بتوقيع العديد من الشخصيات السورية البارزة، المحامية دعد موسى، الشيخ جودة سعيد، الشيخ معاذ الخطيب. الآن المطالبات أوسع نطاقا ربما مما حدث في درعا، كما قلت سالفا هي تشمل مطالب خاصة بسوريا ككل، كرفع حالة الطوارئ مثلا. ما من شك أن هناك مشاكل في سوريا، مشاكل سياسية واقتصادية، وبالأحرى هي مشاكل اقتصادية أكثر منها سياسية. لقد حدث تحول من نظام اشتراكي مركزي إلى نظام رأسمالي تطلق عليه الحكومة نظام الاقتصاد الحر الاجتماعي. هذا النوع من الاقتصاد هو رأسمالي، وأدى لظهور طبقة فاسدة في المجتمع نتيجة التحول من الاقتصاد كما ذكرت الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي. حدث ذلك في دول المنظومة الاشتراكية كالاتحاد السوفيتي وغيرها من الدول، ظهرت طبقة جديدة في تلك الدول نتيجة التحول. بالطبع هذه الطبقة لا يمكن السيطرة عليها، لأنها استغلت هذا التحول الاشتراكي وتحاول الهيمنة على السياسة، وأدى ذلك إلى تباين في الرواتب وتباين في الدخول وتباين في المستويات الاجتماعية. هذا أدى إلى احتقان شعبي. ولكن أؤكد من ناحية أخرى أن هناك حزمة من الإصلاحات ستحدث قريبا. ما تحدثت عنه من إصلاحات ما حدث في خلال الشهر الماضي لا أعتبرها إصلاحات، إنها فقط عملية يعني ترميمية. ولكن هناك حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية قادمة خلال الأشهر القادمة. وعلى سبيل المثال هناك طرح لإلغاء المادة الثامنة من الدستور الذي يقول أن الدولة أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع، والسماح بقيام أحزاب سياسية في سوريا، بالإضافة إلى حزمة من القوانين الاقتصادية تحد من الفساد. بالطبع هناك أشخاص في هذه الطبقة الفاسدة لهم علاقة ببعض أعضاء حزب البعث الحاكم، ولا يمكن أن نلوم الرئيس بشار الأسد فيما يحدث في سوريا، لأنه ورث تركة ثقيلة من خلال 40 عاما من حكم حزب البعث، بعض أعضاء حزب البعث والحكومة والدولة أقول لا يريدون التغييرات، لأنهم استفادوا من خلال مناصبهم أو يحاولون الاستفادة. نعم، من خلال التحولات الاشتراكية، وهذا صعب جدا. شكرا. وبالطبع هو كما ذكرت هناك حديث جدي لدى الرئيس بشار الأسد على القيام بإصلاحات كبيرة. نعم، في المجتمع. شكرا لك يجب نبيل. نعم شكرا، نعتذر عن المقاطعة لضيق الوقت. دكتور نبيل السمان الأكاديمي والأستاذ الجامعي من دمشق. هذا وقد وجهت شخصيات سورية بيانا كما أسلفنا للشعب عن الأحداث الجارية في سوريا، ومن بين الشخصيات الموقعة على البيان المحامي هيثم المالح والشيخ جودة سعيد والشيخ معاذ الخطيب الحسني والمحامية دعد موسى. وأبرز ما تضمنه البيان شجب الاعتقالات الأخيرة أثناء الاعتصام الذي وقع الأربعاء الماضي أمام وزارة الداخلية بدمشق. ودان البيان رد قوات الأمن السورية على المتظاهرين في درعا بعد صلاة الجمعة الماضية، واعتبره منافيا لحقوق الإنسان. وطالب الموقعون الدولة بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة لكشف حقيقة ما جرى في درعا، وحثوا على ضرورة رفع حالة الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.